انتشار ظاهرة المخدرات وتعاطي هذه المواد سبب لي هكذا ظواهر، يعني يكون يعني خليه فاقد للأهلية سواء الكلي أو الجزئي، يعني احنا خلينا نتكلم عن اللي هو يفقد الإدراك الجزئي، فيقوم ببعض السلوكيات أو بعض الأفعال اللي هي ما يشعر بيها. زين، ايضا متعاطي الخمور اللي هي تصل الى حد الثماله والسكر ايضا يقوم بهكذا سلوك ايضا، ويعتبر يعني غير، خلينا نقول احنا حتى غير مسؤول عن السلوك اللي يقوم به في ذلك الوقت، كونه يعني لديه نوع من عدم الادراك للمواقف اللي يقوم بها او السلوكيات اللي تظهر من عنده. طبعا هذه حاله. البطاله والفقر ايضا لعب دور طبعا. وقت الفراغ في بعض الاحيان يكون سبب جوهري في كثير من المشاكل. وقت الفراغ منين يجي؟ من البطاله يعني. خلينا نقول احنا والوضع الاقتصادي المتردي، بس مو هي السبب الوحيد. مو على فكره انا ما اريد اقول لك انه هذا سبب اساسي انه هي هذا الوضع الاقتصادي انه ماكو زادت عندي العنف، لا لا لا، يعني هذه خلينا نقول سبب من عده اسباب. احنا كبلد مرينا بحصار ومرينا بظروف قويه بس لكن ما وصلت لهذه. عوائلنا الحمد لله مشيت. هذا التصدع اللي حصل عندي في السنوات الاخيره، وخاصه التصدع الاسري داخل الاسره الواحده، ملفت للنظر ومؤلم في نفس الوقت.